اختتمت احتفالية جائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الثانية لعام 2022 بدار الأوبرا المصرية، وللمزيد ينضم إلينا من هناك كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. إليك كريم. من على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية جائزة الدولة للمبدع الصغير في نسختها الثانية 32 فائزا هذه النسخة، بعد أن كان العدد في النسخة الأولى 16 فائزا فقط. تم مضاعفة الفائزين لهذه الجائزة بشكل عام لما تشكله من دافع كبير وتشجيع بشكل عام للشباب في فئتين من الأعمار، من 5 سنوات حتى 12 عاما و 12 عاما حتى 18 عاما. هذه الجائزة الخاصة بالابتكار والإبداع والفنون، 8 أفرع داخل هذه الجائزة: كتابة قصصية، كتابة بشكل عام، شعر، غناء، عزف على الآلات الموسيقية المختلفة. وأيضا يشارك في هذه الجائزة عدد كبير من ذوي الهمم. هذه ربما المرة في نسختها الثانية كان هناك احتفال خاص اليوم بدار الأوبرا المصرية، بعد أن تم بالفعل اختيار الفائزين في يونيو الماضي، تم تحديد احتفالية خاصة بهم وتم عرض المواهب الخاصة بهم على المسرح الصغير دار الأوبرا المصرية، وبمشاركة أبناء مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية. نتحدث عن مشاركات من جميع محافظات الجمهورية، شاركوا أكثر من 1500 مشارك، شاركوا بمواهبهم المختلفة لهذه الجائزة. وكان أيضا تسهيلا عليهم هناك مشاركات إلكترونية وليست مشاركات فعلية فقط، إما بالذهاب للمجلس الأعلى للثقافة أو دار الأوبرا المصرية لتقديم مواهبهم بشكل عام، أو حتى إرسال مواهبهم عن طريق الموقع الإلكتروني دار الأوبرا المصرية والمجلس الأعلى للثقافة، تسهيلا أيضا على الشباب وتسهيلا على أولياء الأمور خصوصا لبعد المسافات. هذه أيضا الاحتفالية برعاية السيدة انتصار السيسي حرم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور أيضا دكتورة نيفين الكلاني وزير الثقافة. لذلك نتحدث عن دعم كبير من مؤسسات الدولة للشباب بشكل عام والأطفال، وفي ظل يعني توجه كبير للدولة لدعم الابتكارات والإبداعات بشكل عام، هذه احتفالية خاصة من دار الأوبرا المصرية على المسرح الصغير.